الوصية كدير سياسة ما غاديش تخرج البلاغات والبيانات أكاديمية المملكة كذلك، وهي غير مسؤولة مطلقا، هي سلطة ثقافية نعم، لكن ماشي هي اللي كتحط الترشيح. شكون اللي كيحط الترشيح؟ وزارة الندوة جاءت بمناسبة الإعلان الرسمي لتصنيف الملحون المغربي كتراث إنساني من طرف اليونسكو. هذه الندوة حاولت أن تحيط بمحورين أساسيين. المحور الأول هو كيف وصلنا إلى لحظة هذا التتويج الذي هو تصنيف الملحون المغربي، وتم فيها استعراض مسيرة الملحون المغربي على الأقل خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين، مع إطلالة بطبيعة الحال حول نشأة الملحون وامتداده على مدار خمس قرون. بمعنى كان الحديث معمقا حول أهم المحطات التي عرفها الملحون المغربي خلال 100 سنة، وذلك للتأكيد على شيء أساسي، هو أن الملحون المغربي، أن تصنيف الملحون المغربي تراث إنساني ما جاش ونزل، وإنما هو راكم واحد المجموعة ديال الحلقات، اكتملت تلك الحلقات وكانت كلها منضبطة ومنسجمة مع القواعد الصارمة التي تضعها منظمة اليونسكو في تصنيف الملحون، في تصنيف أي تراث ليحمل صفة تراث إنساني. فمئة سنة من هذه المظاهر أوصلتنا إلى هذه اللحظة الآن، وقد أصبح الملحون تراث إنسانيا بدون منازع. نطرح الكثير من الأسئلة، ماذا يمكن أن نفعل؟ بمعنى التصنيف حصل ولا في جيبنا بحال اللي كيتقال، لكن كيف نصونه؟ كيف نجعله مناسبة واحدة لمجهود مضاعف في مشهد الملحون؟ بمعنى ألا يكون التصنيف لحظة نشوة وانتشاء وفرح تنتهي حرارتها وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. هذا هو التخوف، تخوفي شخصيا، بمعنى أنه ليكون معنى حقيقي للحظة تصنيف الملحون تراثا إنسانيا، شنو خصنا نديرو؟ يجب بالضرورة أن نشتغل على أفق رحب بتصورات جديدة متكاملة تشمل هذا المجال ديال الملحون كاملا في كل أبعاده النظرية المعرفية الجمالية الموسيقية التقنية وحتى الاجتماعية الخاصة بالعاملين فيه، انطلاقا من التكوين أولا، ضرورة التكوين، ثم من توفير الدعم اللازم. يمكن الحسم الآن للأسف أن الملحون المغربي هو الأقل حظوة بالدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجالس المنتخبة، وهذا أمر الآن أصبح يتعارض مع الحقيقة الجديدة، وهي أنه فن تراث عفوا إنساني. واضحة هذه القضية هذه، فلذلك الخدمة الحقيقية عاد بدات، ولذلك فإنه راه ما حدث ليس تشريفا بقدر ما هو تكليف، وأننا الآن كمعنيين بالملحون نحن تحت المجهر تحت العدسات، يجب أن نشتغل ونشتغل بالجدية. ومن هذا المنطلق أنا شخصيا أدعو إلى أن السلطة الحكومية الوصية الثقافية يجب أن تفكر في هيكلة إدارية خاصة بالفنون التراثية كاملة وفي مقدمة الملحون كمدخل، أي كمدخل لمقاربات جديدة لهذا الملحون الذي أسعدنا أن يكون إنسانيا، ولكي يبقى دائما متوهجا يجب أن يرتقي إلى مصاف أكثر نضارة.